بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم هذا شهر رمضان المبارك الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضر والفرقان قد حضر فسلمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافية. وأسألك اللهم أن تغفر لي في شهري هذا وترحمني فيه وتعتق رقبتي من النار وتعطيني فيه خير ما أعطيت أحدا من خلقك وخير ما أنت معطيه، ولا تجعله آخر شهر رمضان صمته لك منذ أسكنتني أرضك إلى يومي هذا. اجعله علي أتمه نعمة وأعمه عافية وأوسعه رزقا وأجزله وأهنا. اللهم إني أعوذ بك وبوجهك الكريم وملكك العظيم أن تغرب الشمس من يومي هذا أو تنقضي بقية هذا اليوم أو يطلع الفجر من ليلتي هذه أو يخرج هذا الشهر ولك قبلي تبعة أو ذنب أو خطيئة تريد أن تقايسني بذلك أو تؤاخذني به أو تقفني به موقف خزي في الدنيا والآخرة أو تعذبني به يوم ألقاك. يا أرحم الراحمين، اللهم إني أدعوك لهم لا يفرجه غيرك ولرحمة لا تنال إلا بك ولكرب لا يكشفه إلا أنت ولرغبة لا تبلغ إلا بك ولحاجة لا تقضى دونك. اللهم فكما كان من شأنك ما أردتني به من مسألتك ورحمتني به من ذكرك فليكن من شأنك سيدي إجابة لي فيما دعوتك به والنجاة لي فيما فزعت إليك منه. اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي خزائن من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبني بعدها أبدا في الدنيا والآخرة، وارزقني من فضلك الواسع رزقا واسعا طيبا لا تفقرني بعده
إلى أحد سواك أبدا، وتزيدني بذلك لك شكرا، وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنا وتعففا. اللهم إني أعوذ بك أن يكون جزاء إحسانك الإساءة مني. اللهم إني أعوذ بك أن أصلح عملي فيما بيني وبين الناس، وأفسده بيني وبينك، وأفسده بيني وبينك. اللهم إني أعوذ بك أن تحول سريرتي بيني وبينك، أو تكون مخالفة لطاعتك. اللهم إني أعوذ بك أن يكون شيء من الأشياء آثر عندي من طاعتك. اللهم إني أعوذ بك أن أعمل من طاعتك قليلا أو كثيرا، أريد أحدا غيرك، أو أعمل عملا يخالطه رياء. اللهم إني أعوذ بك من هوى يردي من يركبه. اللهم إني أعوذ بك أن أجعل شيئا من شكري فيما أنعمت به علي لغيرك أطلب به رضا خلقك. اللهم إني أعوذ بك أن أتعدى حدا من حدودك، أتزين بذلك للناس وأركن به إلى الدنيا. اللهم إني أعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بطاعتك من معصيتك، وأعوذ بك منك جل ثناء وجهك، لا أحصي الثناء عليك ولو حرصت، وأنت كما أثنيت على نفسك سبحانك وبحمدك. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك عندي، فأيما عبد من عبادك أو أمة من إمائك كانت له وقبلي مظلمة ظلمتها إياه في ماله أو بدنه أو عرضه، ألا أستطيع أداء ذلك إليه ولا أن أتحلل منه؟ فصل على محمد وآل محمد، وأرضه أنت عني بما شئت وكيف شئت، وهب لي وهبها لي، وما تصنع يا سيدي بعذابي وقد وسعت رحمتك كل شيء، وما عليك أن تكرمني، وما عليك يا ربي أن تكرمني برحمتك ولا تهينني بعذابك، ولا ينقصك يا ربي أن تفعل بي ما سألتك، فأنت واحد لكل شيء. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، ومما ضيعت من فرائضك وأداء حقك
من الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والحج والعمرة وإسباغ الوضوء والغسل من الجنابة وقيام الليل وكثرة الذكر وكفارة اليمين والاسترجاع في المعصية والصدود من كل شيء قصرت فيه من فريضة أو سنة فإني أستغفرك وأتوب إليك من ومما ركبت من الكبائر وأتيت من المعاصي وعملت من الذنوب واجترحت من السيئات وأصبت من الشهوات وباشرت من الخطايا مما عملته من ذلك عمدا أو خطأ سرا أو علانية فإني أتوب إليك منه ومن سفك الدم وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والفرار من الزحف وقذف المحصنات وأكل أموال اليتامى ظلما وشهادة الزور وكتمان الشهادة وأن أشتري بعهدك في نفسي ثمنا قليلا وأكل الربا والغلول والسحت والسحر والاكتهان والطيرة والشرك والرياء والسرقة وشرب الخمر ونقص المكيال وبخس الميزان والشقاق والنفاق ونقض العهد والفرية والخيانة والغدر وإخفار الذمة والخلف والغيبة والنميمة والبهتان والهمز واللمس والتنابز بالألقاب وأذى الجار ودخول بيت بغير إذن والفخر والكبر والإشراك والإضرار والاستكبار والمشي في الأرض مرحا والجور في الحكم والاعتداء في الغضب وركوب الحمية وتعرض الظالم وعون على الإثم والعدوان وقلة العدد في الأهل والمال والولد وركوب الظن واتباع الهوى والعمل بالشهوة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وفساد في الأرض وجحود الحق والإدلاء إلى الحكام بغير حق والمكر والخديعة والبخل وقبول فيما وقول فيما لا أعلم وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والحسد والبغي والدعاء إلى الفاحشة والتمني لما فضل الله به غيري علي والإعجاب بالنفس والمن بالعطية والارتكاب للظلم والركون إلى الظالم وجحود القرآن وقهر اليتيم وانتهار السائل والحنث في الإيمان وكل يمين كاذبة فاجرة وظلم أحد من خلقك في أموالهم وأعشارهم وأشعارهم وأبشارهم وأعراضهم وما رآه بصري وسمعي
وما راه بصري وسمعه سمعي ونطق به لساني وبسطت إليه يدي ونعلت إليه قدمي وباشره جلدي وحدثت به نفسي مما هو لك معصية وكل فاحشة وذنب وخطيئة عملتها في سواد الليل وبياض النهار في ملأ أو خلاء مما علمته أو لم أعلمه ذكرته أو لم أذكره سمعته أو لم أسمعه عصيتك فيه ربي طرفة عين وفيما سواها من حل أو حرام تعديت فيه أو قصرت عنه منذ يوم خلقتني إلى يوم جلست مجلسي هذا فإني أتوب إليك منه وأنت يا كريم تواب رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك مع وليك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا يا خالقنا اسمع واستجبنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار وأمانا من العذاب فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكبنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم رب شهر رمضان وما أنزلت فيه من القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآله وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الحم في الأمر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر
أن تطيل عمري في خير منك وعافية، وتؤدي عني أمانتي وديني، وأن تجعلني ممن تنتصر به لدينك، ولا تستبذل بي غيري يا كريم يا كريم. إلهي، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي، إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء اليوم الرابع عشر. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزك يا عز المسلمين، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفاتحة إلى أمواتنا جميعاً.